أمي. نذكر بأنه عندما يجب أن نصف أي شخص نبدأ بتحديد الشخص الذي نصفه، بتحديد العمر، من ثم القامة، كيف هما الجسم، ومن ثم الوجه، وننتقل إلى العينان، الحاجبان، البشرة، الأنف، الخدان، ونعطي بعض الصفات عن الثياب وعن هذا الشخص. نحن اليوم سنكتب فكرة أصف فيها أمي. أمي في العقد الثالث من عمرها، يعني أمي هي في الثلاثين من عمرها. ولا ننسى أحبائي أن نترك فراغ في بداية الفكرة. طويلة القامة، معتدلة الجسم، يعني هي ليست نحيفة ولا ثمينة. يداها ناعمتان كالحرير، وجهها مدور كالقمر، يشع ضياء ونورا. حاجباها مقوسان كالسيف، عيناها سوداوان كالليل، أهدابها كثيفة، بشرتها حنطية. حنطية أي ليست بيضاء وليست سمراء، هي كلون القمح. بشرتها حنطية كسنابل القمح. أنفها دقيق أي رفيع وصغير. خداها موردتان، فمها صغير كحبة الكرز. أسنانها بيضاء كاللؤلؤ، من شدة البياض هي تلمع كحبة اللؤلؤ. أمي ترتدي ثيابا أنيقة مرتبة ومتناسقة الألوان، أي الألوان تتناسب مع بعضها البعض، وتفوح منها رائحة الياسمين. كم أحبك يا أمي وأحترمك، فأنت رمز التضحية والعطاء. بهذه الفكرة أكون قد وصفت أمي وصفا خارجيا، وعبرت عن مدى حبي لها في الجملة الأخيرة.